الشعب التونسي أكبر بكثير من هذا البلاطو، وأكبر بكثير من هذا زياد الجزيري، كبار عليه بزاف. هذا زياد الجزيري معروف عنده حقد دفين منذ مدة، كان تكلم على بونجاح وقال بأنه علمناه يلعب لما جاء الإطوال، قال بهذه العبارة، قال علمناه يلعب كرة القدم. وشفت بونجاح لما كان عندنا في الجزائر واش كان يسجل مع الحراش ولا مع لامسيو ولا مع فرق أخرى يلعب معها في الجزائر. هذا فيه بعض البلاطوات فارغين شغل، يهتمون إلا بالجزائر في المدة الأخيرة. لا نرد عليهم نحن، يرد عليهم الناس الفحولة تاع تونس واللاعبين الكبار تاع تونس والمدربين الكبار تاع تونس والاسماء الكبيره تاع تونس اللي راهي ترد عليهم في عده بلاطوات. ورد عليهم مدرب سابق في تونس في احدى البلاطوات وقال بان الجزائر علمتنا نلعب كره القدم. شكون هي الجزائر اللي علمتهم يلعبوا كره القدم؟ هو فريق جبهه التحرير الوطني، سي ليكيب تاع الوفا اللي راحت تما تاع مخلوفي والجماعه اللي علموهم يلعبوا البالون. اليوم هما دار الزمان يقولوا ما يعلموا لا يلعبوا بالون. انت تعلم القاره تلعب البالون، حنا قاره وفي كل مكان كاين ملعب. زياد